فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي. قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتذهب عن أهلها حر القبور. كتب الله جل وعلا أن هذه القبور مملوءة ظلمة، هذا في الأصل، على أهلها مملوءة حر، على أهلها تأتي الأعمال الصالحة. ولدي ولدي، انقطع عملي وأنت أملي. ثم صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس أن أمورا تنفع المؤمن في قبره، تنفع المؤمن في قبره. قال عليه الصلاة والسلام: من علم علما أو كرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء، أفضل الصدقة سقي الماء، أفضل الصدقة سقي الماء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة I love you Allah.